هناك مراسل شبكة شام أبو مجاهد. السلام عليكم أبو مجاهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح أن هناك المعارك قد انتقلت إلى ريف حلب الشمالي بين ثوار الجيش الحر وتنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام داعش، يعني كان من المتوقع أن تنحصر هذه الاشتباكات في ريف حلب الشرقي وتمثلت بسيطرتهم على مدينة منبج، فما الذي دفعهم لأن ينقلوا معاركهم إلى ريف حلب الشمالي؟ هل بات الجيش الحر مهتزا إلى هذه الدرجة التي أصبح يعني يتراجع فيها إلى داخل أحياء حلب ويندحر في مناطق الريف؟ لا، العكس تماما، أمور الجيش الحر هي بخير، وأغلب الجبهات في مدينة حلب هي على نظام. الجيش الحر يقوم بتعزيز جبهاته مع قوات النظام، وهنالك مساء أمس تم تحقيق نصر في جبهة معارة المرطيف، حيث أعلن جيش المجاهدين والفصائل المشاركة أعلن عن سيطرتهم على جبهة معارة المرطيف بشكل كامل، وتحرير كل المباني التي كان يتمركز فيها إصابات الأسد وميليشيات حزب الله، وقتل وأسر العشرات من جنود الأسد واغتنام بعض الذخائر والأسلحة. هنالك أيضا على صعيد جبهة عزيزة، أيضا منذ أقل من ساعة كان هنالك تقدم كبير للجيش الحر، هنالك بشاركة في هذه العملية أحرار الشام وجبهة النصرة وحركة فجر الشام، حيث أعلن عن تدمير عربة BMP وعربة مدفع شيكا واغتنام ذخائر ومقتل أكثر من 20 عنصر من عصابات الأسد. وقام جيش المجاهدين بدك تلك المنطقة، منطقة عزيزة ومطارها النيرب بمدفع جهنم، وحقق إصابات مباشرة في عصابات الأسد. أما على صعيد الاشتباكات الجارية بين جيش المجاهدين والجبهة الإسلامية وفصائل الأخرى مع الدولة الإسلامية في العراق والشام، كانت على أشدها اليوم في الريف الشمالي، حيث أطلقت هذه الفصائل على اسم هذه المعركة بما يسمى بمعركة النهروان استعادة السيطرة على مناطق خريتان ومعمل آسيا وكفر حمرة من دولة العراق والشام. صباح هذا اليوم الثوار يطالبون الأهالي في منطقة خريتان وكفر حمرة وآسيا بالتزام منازلهم خلال الاشتباكات التي تجري منذ صباح اليوم وحتى هذه الساعات. كان هنالك عناصر من الدولة في العراق والشام سلموا أنفسهم للثوار عند صليت كرزون في بلدة كفر حمرة صباح اليوم. أيضا الثوار أردوا ما يقارب عن 30 عنصر من دولة العراق والشام قتلى نتيجة الاشتباكات الجارية في الريف الشمالي بين الجيش الحر ودولة العراق في الشام. والثوار يستعيدون السيطرة على محطة توليد الكهرباء في مدينة حريتان بعد اشتباكات عنيفة جرت بين كلا الطرفين. أيضا الثوار سيطروا أيضا على على طريق الواصل بين حريتان، الطريق ما يسمى طريق غازي عنتاب بين حريتان ومدينة عنيدان، ولا تزال الاشتباكات على أشدها بين كلا الطرفين في الريف الشمالي. طيب، على كل حال أشكرك جزيل الشكر أبو مجاهد، نقلت لنا الصورة من حلب وريفها.